أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف نخبة من رجال الأعمال المتميزة، اخترنا لكم اليوم السيد محمد محي الدين. أستاذ محمد، نورتنا ونورت البرنامج بداية. شرفتني يا أستاذ ليس. أهلا وسهلا فيك. حابين نتعرف عنك ونعرف السادة المشاهدين عن شخصك الكريم. والله يا سيدي، باختصار محمد محي الدين مصري من طنطا، ودي بلد بتقع في النص بين القاهرة والإسكندرية. درستي القانون، متواجد بالإمارات تقريبا من آخر 2003، يعني حوالي 18 سنة وشوي. ما شاء الله. حابين أيضا نتعرف عن بداياتك في رحلة الاستثمار. والله أنا طول عمري بحب الشغل والعمل، حتى من صغري، من وقت ما جيت الإمارات وأنا بشتغل، اشتغلت موظف، بعدين قدرت أحط أول لبنة بأن أنا أفتح أول شركة ليا، ثم الحمد لله عملت أكثر من شركة بنفس المجال. طبعا كرجل قانون وكمحامي، شو سبب ابتعادك عن مهنة المحاماة واتجاهك إلى مجال الاستثمار؟ لا إطلاقا، أنا ما بعدتش عن المحاماة خالص، حتى المجالات اللي بشتغل فيها معظمها متعلق بالقانون برضو، يعني حتى تلاقي عندي استشارات إدارية وديت برضو بتتعلق بالمجال القانون. وحاليا احنا بصدد ان احنا نعمل شركة محاماة متعددة الجنسيات بأكتر من دولة إن شاء الرحمن. أول فرع لينا هيكون بمصر خلال شهر من دلوقتي، بعد منه هنفتح هنا في الإمارات وبعدين بدول أخرى بإذن الرحمن. نتمنى لكم دائما النجاح والتميز. تسلم. شو اللي بيميزك السيد محمد محي الدين اليوم في مجال الاستثمار أو في مجالات الحياة أصلا بشكل عام؟ والله يا أستاذ ليس، هو مش مسألة تميز بس، أنا تعلمت خاصة هنا في الإمارات، بدولة الإمارات العربية المتحدة، الابتكار والأفكار الجديدة هي اللي دايما بتنجح وبتلاقي قبول لدى كل الناس. فمناخ دولة الإمارات بيساعدك انك تطلع أفكار جديدة، أنواع جديدة من البزنس، بتدور في حاجة الأشخاص للشيء اللي انت هتعمله وهل هيلقوا قبول ولا لا. فمن وجهة نظري هي دي الميزة اللي أنا شايفها في نفسي، يعني من فضل الله، هي اني بدور دايما على الحلول اللي بتكون بره الصندوق مش جوه الصندوق. استاذ محمد، حابين ايضا نتعرف عن الرؤيه والخطط والاهداف اللي راسمها حضرتك في السنين اللي جايه ان شاء الله. والله انا حابب طبعا ازود البيزنس بتاعي، وفي نفس الوقت ادي مجهود اكبر لمجالي الاصلي وهو المحاماه. وزي ما قلت لحضرتك اني بصدد انشاء شركة محاماة يكون مقرها الرئيسي بمصر وليها فروع في كل الدول. أول فرع إن شاء الرحمن هيكون هنا بالإمارات، وده طبعا عرفنا بالجميل، يعني حتى الاسم اشتقيته من الدولتين مصر والإمارات، وسمتها المصرية الإماراتية للمحاماة والاستشارات القانونية. ممتاز، طبعا نتمنى لك دائم النجاح والتميز. طبعا من حسب خبرتك في مجال الاستثمار، حابين ناخذ منك نصيحة لجميع المستثمرين الجدد اللي حابين يبدأوا في مجال الاستثمار، خصيصا نركز على فئة الشباب. والله كدولة زي الإمارات العربية المتحدة، أنا شخصيا بشكر القيادة الرشيدة لدولة الإمارات وشيوخها جميعا على إن هم بيوفروا البيئة المناسبة لأي مستثمر حتى لو شاب أو كبير بالعمر يقدر يمارس فيها نشاطه ويبدع. الأمن والأمان أول حاجة ممكن أي مستثمر لازم يدور عليها طبعا. لازم هيدور على الأمن والأمان، ودول متوفرين هنا، وعشان كده الدولة دي بتساعد الصغير أنه يكبر ويرتقي بنفسه. أكيد. طبعا حابين نتشكرك على ظهورك معنا اليوم، نورتنا ونورت برنامج رواد الأعمال. الشكر ليك يا فندم. أهلا وسهلا فيك. طبعا إلى هنا أعزائي المشاهدين ننهي حلقتنا الأسبوعية مع ضيفنا المميز. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية. دمتم بخير وفي أمان الله.